مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا وعلى بركة الله تعالى إذن أعلنت انطلاقة شوطنا الخامس عشر من مجمل أشواطنا لهذا الصباح الذي يحمل سن اللقاية وفئة البكار والأربعة كيلو مترات، مع انطلاقة هذا الشعارات المتميزة المنطلقة على أرضية الميدان للصراع والنزاع لانتزاع الناموس هنا في هذا الصباح المميز. ننطلق مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء دوما وأبدا إلى رأس حربة هذا الشوط، ومن تقود الجموع وتسيطر السيطرة التامة على زمام الأمور، هنالك من تنطلق على الصدارة، هنالك زعزعة وعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري على الصدارة على مقدمة هذا الشوط، بينما ثاني الأسماء والانطلاق في هذه اللحظات وصلت من الجانب الآخر. من تنطلق على ثاني الأسماء وتتسلل إلى الصدارة، هنالك من تنطلق هنا في هذه اللحظات على مقدمة هذا الشوط، لا زالت هنا تنظيم أو انطلاقة زاخر صالح بن حمد بن صالح بن حمد بن حول المري على صدارة التحديات، ولكن هنا شعار المنخس يتواجد مع زعزعة وانطلاقة زعزعة هنا على ثاني الأسماء وتحاور وتناور على الصدارة، وعبد العزيز بن كردي بن طالب النخس المري من يحاول هنا على مقدمة هذا الشوط، ولكن ثالث الأسماء والانطلاق الثالث وصلت هنالك سلهودة سعيد بن صالح بن حمد بن لحول المري من ينطلق في هذه اللحظات على المستوى الثالث مع هذه الأسماء المميزة، بينما رابع التحديات والانطلاق الرابع وصلت بلشة، ويا بلشة تكون من بلشة، وصلت مع سنيد بن سالم بن سنيد الدعيه المري ينطلق مع بلشة، بينما رابع أو خامس التحديات الله يا الأسماء القادمة وصلت في هذه اللحظات شعلة وخالد بن ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري من أشعل فتيلة هذا الشوط مع هذه الأثناء. الله الله يا هذه المعركة والنجوم المميزة، ولكن لا زال بالحول من يحول الأمور هنا من صالح هذا الشعار وانطلاقة زعزعة، ولكن هنا بلشة الله يدعية، ولكن بالحباب أشعل الأمور مع شعلة هنا مع هذا الانطلاق مع هذا الشوط الملتهب المشتعل. يا راعي شعلة من يقدم لنا شعلة كأقوى الأسماء وأبرزها حتى هذه اللحظات، ولوحة الإعلان الأخير يا بن حباب الكيلومتر الأخير هنا مع شعلة مع الانتصار حتى هذه اللحظات هنا مع هذه الأمتار المميزة الأخيرة، ولا زالت شعلة مع الأمور مع الانطلاق خالد بن ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري، ولكن الأمور مع ثاني التحديات بلشة وسريد بن الدعية المري والقادم. الله 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 وصلت وغيرت هنا رواية حمد بن علي بن محمد الغفراني المري من ينطلق في هذا اللحظات، ورواية هي الرواية في هذا الشوط والانطلاق المميز مع الخمسمية متر الأخيرة النهائية هنا مع الغفراني الذي ينطلق مع الناموس مع الانتصار ومع رواية هنا مع هذا الشوط. حمد بن علي بن محمد الغفراني المري ينطلق مع رواية هنا في هذا الشوط، وصاحبة نقطة وناموس في المحل الثالث هنا تكرر الإنجاز بإنجاز آخر، ولكن حذاري الغفراني الدوحة
قادمة، سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري، ولكن الأمور هنا مع رواية، رواية مع حمد بن علي بن محمد الغفراني المري، مع الانتصار ومع السلام هنا تكرر الإنجاز بإنجاز آخر، وسلامي الغفراني سلام، وسلامي لرواية على انتزاع هذا الشوط هنا في هذا الصباح. تهانينا وألف مبروك على التحديات. فكانت الدوحة مع سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري ثالث الأسماء، والتواصل والانطلاق مع شعار محمد بن بخيت بن هديب الجربوعي المري مع وصال ورابع الأسماء، والتواصل والانطلاق مع مزنع عبد الله بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة خامس الأسماء، والتواصل مع غدير عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيدي العتيبي. إذن تهانينا وألف مبروك لمالك رواية، من كانت رواية مميزة لانتزاع الناموس هنا مع تحدياتها وانطلاقاتها المميزة. هي لحظة وصول رواية من أعلنت الفوز والانتصار مع حمد بن علي بن محمد الغفراني، والتوقيت 6:25:38. تهانينا لا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء فكانت الدوحة مع سالم بن صالح بن سالم بن بركان المري، وتوقيتها الزمني 6:26:62 الثانية. أما ثالث الأسماء فكانت وسال مع محمد بن بخيت بن هديب الجربوعي، وتوقيتها الزمني 6:29:08.